دكتور عروبة زيدان، أستاذ مساعد في كلية الصحافة والإعلام في جامعة الشرق الأوسط. سعيدة جداً في مشاركتي في مؤتمر أريج. مثل ما بنعرف أريج عملت حالة عامة وتظاهرة صحفية مذهلة في التشبيك بين الصحفيين في العالم العربي والعالم، وأيضاً يأتي هذا المؤتمر في وقت محتاجينه جداً. فعلاً إحنا لازم نشتغل مع بعض في ظل هذا العالم المنقسم. الجلسة اليوم كانت تتحدث عن تجارب الطلاب الذين أشرفت عليهم في صنع بعض المواد الاستقصائية عبر الصحافة العابرة للحدود. كنت كثير سعيدة بالاستضافة لأنه أتيح لي المجال أتحدث عن عمل الأكاديميين ودور الجامعات في تعزيز أسس الصحافة الاستقصائية، خصوصاً لما يكون في تحديات لها علاقة باللغة واختلاف الثقافات. الأجواء كثير أنا ممتازة بالنسبة لي، وأيضاً صح بصفتي أستاذة جامعية أيضاً أتعلم الكثير من الصحفيين العاملين في الميدان، فكانت تجربة كثير رائعة وبشكر أريج جداً على استضافتها. من خلال التعاون بين صحفيين مثلا من تونس وصحفيين من الكوتيفوار لإعداد تقارير حول استغلال اليد العاملة الأجنبية في تونس، وهذا مهم جدا. يعني نجد في الأخير نظرة أكثر شمولية وأكثر يعني صدق في العمل، وتكون هناك عملية يعني تعاون في إعداد هذه التقارير التي يمكن أن تصل أكثر وتنتشر أكثر، خاصة وأنها تصور الانتهاكات الحاصلة حول كل المسارات وطريق الهجرة ما بين الكوت ديفوار وتونس، وهذا مهم جدا. لقد كانت الجلسة اليوم تتمحور حول أهمية بناء الجسور بين الصحفيين في العمل على تقارير العمالة المهاجرة، وتسليط الضوء على أهمية هذا التعاون وما ينتجه من تقارير تعايش الواقع وتعايش ما هي المشكلات التي يعاني منها حقيقة هؤلاء في الدول التي يقصدونها لأجل تحسين وضعهم الاقتصادي أو لأجل البحث عن حياة أكثر راحة.